بشارة يا أحبة لكم وللمشاهدين وللمسلمين. يا سلام، الله يبشرك بالخير. قرأت حديث ما استوعب عقلي، مخي ما استوعب الحديث هذا، قلت لازم أتأكد منه، وأركب من الشرقية إلى أن وصلت الخرج عند الشيخ المحدث خالد الهويسين. قلت يا شيخ، هل هذا الحديث صحيح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال قبل أن ينصرف من صلاته، شف، وهو ثان قدمه، قبل أن ينصرف من صلاته، يعني دبر على الأرض، أي دبر صلاته على الأرض بشربي، أزيل التصوير، يقول من قال قبل أن ينصرف، من قبل أن ينصرف وقبل أن يثني قدمه. وابن باز رحمة الله عليه يقول عادي لو حركها ولا كان متورك وكذا، أهم شيء قبل أن يقوم يثنيها ويقوم. دبر صلاة الصبح والمغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت. يقولون ما ذكرت، وإن أحد جابها قال ابن باز فلا بأس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. شوفوا الجوائز: كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع في درجات الجنة 10 درجات، وكانت له حرز من الشيطان، وكانت له حرز من كل مكروه في ذلك اليوم، ولم يدركه ذنب اقترفه إلا الشرك، أي ذنب، ولم يدركه ذنب اقترفه إلا الشرك، وكان أفضل الناس عملا إلا رجل جاء بمثله أو زاد. 7 فضائل. وفي حديث ثاني صحيح يقول: وكانت له عتق رقبة من ولد إسماعيل. 8 أجور في هذا الحديث. يوم سألت الشيخ خالد الهويسين قال نعم وهو صحيح، وسمعت من ابن باز يقول، وسمعت من ابن باز يقول يثني قدمه، أي لا يقوم ويغير جلسته أو يتكلم مع أحد من الناس بحديث ذا، دبر الفجر والمغرب. الله يعيننا وإياكم يرجع على ذكره وشكره وحسن عبادته.